الحمد لله رب العالمين الحمد لله له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكه المقربين على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا أين ولا جهة ولا مكان ولا حيز له. سبحانه سبحانه تنزه ربي عن القعود وعن الجلوس وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال وعن الانفصال. سبحانه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله يا خير من دفنت في الترب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء نفس الفداء لروض أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم أعزائي المشاهدين صبحكم الله تعالى بكل خير كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية بدأنا الكلام عن آداب الحوار والحديث والتكلم ولضيق الوقت ما استطعنا أن نكمل كل الأمور التي ينبغي يعني توافرها في الأد... في يعني من آداب الحوار والحديث فأحببت أن أكمل الحلقة أكمل باقي الأشياء التي كنا قد بدأنا فيها بإذن الله تعالى ونعيد ونكرر ايها الاحبه انه ينبغي علينا ان نحفظ السنتنا ينبغي علينا ان نحفظ السنتنا احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان والنبي صلوات ربي وتسليماته عليه نبهنا وحذرنا فاوصى عليه الصلاه والسلام فقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت وقال عليه الصلاه والسلام من صمت نجا من صمت نجا من صمت نجا فالواحد منا علينا ايها الاحبه عليه ان يحفظ لسانه عليه ان ينتبه لما يتكلم به الكلمه كما قلنا الكلمه في الاسلام لها قيمتها لها منزلتها الكلمه الطيبه تفتح القلوب والكلمه الخبيثه قد تجرك الى نار جهنم والعياذ بالله لذلك الله ضرب لنا المثل في القرآن الكريم لبيان الأمر فشبه الأمر شبهت الكلمة الطيبة كشجرة يعني أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها سبحانه وتعالى والكلمة الخبيثة كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ف علينا أيها الأحبة أن ننتبه لما نتكلم به والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات أي في الجنة وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله سبحانه وتعالى يهوي بها في النار دركات فالإنسان يحذر الإنسان ينتبه الكلمة لها قيمتها الكلمة بالكلمة بالكلم بكلمة قد يصير الكافر مسلما يصير الكافر مسلما لما ينطق بالشهادتين لما يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويعتقد معناها ويدخل يدخل بذلك الى الاسلام وكذلك بكلمة قد يصير المسلم كافرا كيف هذا؟ الله سمى قال ولقد قالوا كلمة الكفر بكلمة الانسان قد يقول كلمه فيها يعني ذلك العلماء حتى ذكروا في مؤلفاتهم وفي كتبهم لما قسموا الرده الى ثلاثه اقسام وهي العود عن الاسلام قالوا اعتقادات وافعال واقوال فذكروا الرده القوليه يعني بكلمه قد يصير المسلم كافرا والعياذ بالله تعالى فالانسان ينتبه الانسان يحذر الانسان يحذر هذا اللسان جرمه صغير يعني حجمه صغير ولكن جرمه كبير الآثار المترتبة عليه كبيرة وعظيمة، وكان بعض الصحابة يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني المهالك، هذا الذي أوردني المهالك، فالإنسان ينتبه، الإنسان مثلا أحيانا كثير من الناس إذا غضبوا يسبون الله أو يسبون أو يسبون الملائكة أو يسبون ملك الموت سيدنا عزرائيل عليه السلام وهو ملك مشرف عند الله سبحانه وتعالى يعمل ما امره الله ويطيع الله فيما يعمله لا يعصي الله سبحانه وتعالى فهو يطيع الله بذلك فبعض يعني بعض الناس يسبونه والعياذ بالله تعالى او يستهزئون به او يستخفون به فلننتبه كذلك ايضا فقلنا مسبه الله او مسبه ملك من ملائكه الله او مسبه نبي من انبياء الله او مسبه دين الاسلام العظيم وما اكثره في هذه الايام كثير من الناس اذا كان يمزح اذا كان يلعب يعني يخاف ان يسب انسانا باباه او بامه فماذا يعمل يسب له دين الاسلام والعياذ بالله تعالى فالانسان يحظر من ذلك او يستخف بما عظمه الله كالصلاه والصيام والاذان والمساجد والاضحيه والعيد ونحو ذلك مما عظمه الله هذه شعائر الله ينبغي ان تعظم يعني ينزلها المنزله اللائقه بها في نفوسنا قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فالانسان ينتبه الانسان ينتبه جيدا الانسان ينتبه جيدا، فيا ايها الاحبه علينا ان نحفظ السنتنا، علينا ان نحذر، علينا ان ننتبه، فلا نتكلم الا بما يرضي الله عز وجل، الواحد منا يعني قال بعض العلماء اذا كان هناك عضو من اعضاء الانسان يعني يستحق السجن فليس اولى لا يعني لا يوجد عضو اولى بالحبس وبالسجن من اللسان، لماذا؟ معانا اتصال ايوه تفضلي يا فندم ايوه ايوه اتفضلي يا فندم ايوه صباح الخير يا شيخ ازي حضرتك صباح النور الحمد لله أيوة دلوقتي انا كنت عايزه عندي سؤال لحضرتك بس يعني خارج الحلقه تفضلي ممكن دلوقتي انا كان والدي ووالدتي انفصلوا عن بعض من زمان من قبل ما انا اتولد م. والمشكله ان والدي شال ايده من الدنيا كلها ومن المصاريف ومن كل حاجه تمام آه لما جيت انا اتجوز دعيناه وقلنا ان في مثلا يعني عريس جاي ولقيت تيجي تقعد معايا رفض تمام آه رفض يشارك في اي شوار في اي اي حاجه خالص تمام آه لما اتجوزت آه هو استكنت في مكان قريب منه فحصلت مشاكل بيني وبين زوجي فزوجي راح لقى له في المشاكل ديت حب إنه هو يحل يحل شويه دخل في المشاكل دخل بوظ الدنيا اكتر وخرب الدنيا اكتر تمام. مش عارفه ده كان كان ايه سببه هل ده كان انتقام ولا كان ايه بس المهم ان انا دلوقتي انفصلت عن زوجي فكان اهل زوجي بيتفاوضوا معاه عن ان هو مثلا يعني الدنيا تبقى ماشيه ازاي وصل لهم ان هو لا ما تدوهاش اي حاجه خالص احرموها يا خساره فيها اي حاجه ما تدوهاش اي حاجه وحتى ابنها ما بيدوش حقوقه وبقى بيعاون اهل زوجي او اهل طريقي يعني ان هو ما يدروش حقوقي ولا يدوني اي حاجه. يعني بيعينهم عليكي؟ بيعينهم عليا. تمام. أنا مش عارفة أعمل إيه، آه طبعا لما هما بقى لقوا كده فبقوا بيجوا عليا بقى طبعا ودي وصلت المحاكم ووصلت لغاية وقتنا هذا بقى لي أكتر من سنتين هو في المحاكم بسبب أنا من جوايا مش مسامحاه مش عارفه ان اسامحه مش عارفه هو ليه عمل كده معايا رغم ان عمري في حياتي ما عملت حاجه مش كويسه معاه كنت دايما عايزه ابقى معاه وجنبه حرمني طبعاً. من حقوقي كلها ما فيش حاجه بيدهاني خالص اخواتي التانيين منه كل حاجه بيديهاله لهم أه حقوقهم كلها معاهم أه انا الوحيده اللي حرمني من الدنيا كلها وانا الوحيده اللي متبهدله بسببه في وفي الدنيا وفي كل حاجه فانا كده عليا اسم او عليا اي حاجه غلط يا ربنا يحاسبني عليها او هو كده غضبان مثلا عليا انا اروح استسمحه بس انا ما عملتش حاجه يعني انا مش عارفه اعمل ايه شيخ يعني طيب خلاص في سؤال ثاني شكرا لحضرتك اولا نقول لهذا الاب اتق الله عز وجل اتق الله عز وجل لو حصل انفصال بينك وبين زوجتك فنفقت يعني احيانا لما يحصل انفصال بين الزوج والزوجه فالزوج قد يعاقب الابناء وقد يعاقب زوجته فلا نقول له واجب حتى لو حصل انفصال فان نفقه ابنائك غير البالغين هذه تجب عليك يعني يجب عليك ان تعطيهم نفقتهم وان تكفيهم ما داموا يعني دون البلوغ فنقول له اتق الله عز وجل وصر رحمك يعني وحن على ابنائك وحن على بنتك اعطف بها تحن يعني ارقف بها وتحنن تحنن عليها ويعني لو كان عندك في نفسك شيء اتركه لله لو لو كان عندك شيء من ناحيه امها اتركه لله عز وجل ولا تعامل بنتك باثر شيء قديم عليك ان تتقي الله عز وجل ونقول لهذه البنت يعني لو ان اباك عققي ولم يحسن اليك لا لا تعامليه انت بالمثل لا تعامليه انت بالمثل فبر الوالدين واجب حتى ولو ان الوالدان حتى لو ولو ان الوالدان ما احسنوا الى ابنائهم او ما انفقوا عليهم فيجب على الابناء ان يبروا اباءهم وامهاتهم عليك ان تصلي رحمك عليك ان تبري والدك ولو هو اساء اليك ولو هو يعني فعل معك بعض الاشياء، انت لو بالسؤال فقط يعني لا يعني لا تدخليه في بعض الاشياء التي يفسدها عليك مثلا مع ناحيه اهل اهل طليقك ونحو ذلك، بل انت اصبري ولا تدخليه في مثل هذه الامور وتعهديه بالسؤال من وقت الى اخر واحسني اليه وان هو اساء اليك هذا ثوابه اعظم عند الله. ان نحسن الى من احسن الينا هذا سهل على النفس. وهذا يسمى من باب المكافأة انسان احسن الي فانا احسن اليه اما ان نحسن الى من اساء الينا هذا اصعب هذا اصعب على النفس واذكر لك قصه حصلت مع سيدنا علي زين العابدين رضوان الله عليه مره كانت عنده جاريه علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين بن علي بن ابي طالب يعني جده رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا سيدنا علي زين العابدين يعني كانت عنده جاريه كانت تصب له الماء وهو يتوضا فالجاريه وقع الابريق من يدها فشج راسه جرح راسه ونزل منه الدم فهذه يعني هذه الجاريه يعني تعرف انه وقاف عند حدود الله واذا ذكر بالله يتذكر فقالت له والكاظمين الغيظ فقال لها كظمت غيظي قالت له والعافين عن الناس فقال لها عفوت عنك قالت له والله يحب المحسنين فقال لها اذهبي أنت حرة لوجه الله يعني طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى فانظر إلى هذا الأمر كم هو يعني هذا الأمر صعب على النفس شجت رأسه ونزل منه الدم ومع ذلك أعتقها وعفى عنها فليكن الأمر بيننا بالمسامحة فليكن الامر بيننا قائم على المسامحه والاحسان والصبر وكظم الغيظ الى غير ذلك من الفضائل التي ينبغي علينا ان نلتزم بها، اعلم ان الامر ليس سهلا والامر صعب على النفس ولكن الانسان يدرب نفسه على هذا الامر. يدرب نفسه على هذا على هذا الامر، فنعود الى ما كنا نتكلم فيه. الانسان عليه ان يحذر لسانه، واذا الانسان وقع في شيء يعني مخرج من الإسلام كمسبة الله أو مسبة ملك من ملائكة الله أو مسبة نبي من أنبياء الله أو الاستخفاف بما عظم الله سبحانه وتعالى أو أحل حراما مجمعا على حرمته أو حرم حلالا مجمعا على حله فالإنسان يكون بذلك خرج من الإسلام وباب العود إلى الإسلام سهل بسيط بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فالإنسان ينتبه الإنسان يحذر عليه أن ينتبه لماذا؟ لأن الإنسان إذا مات على غير الإسلام يبقى خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله تعالى فينبغي علينا حينما نتكلم فلننظر إن وجدنا للكلمة خير طريقا في الخير فلنتكلم بها ولنكثر كأن كان امر بمعروف او نهي عن منكر او حث على فعل خير هذا نتكلم به اما ان لم يعني لم يكن كذلك بل كان مثلا تفتيرا عن طاعه انه بعض الناس مثلا يقول له انا اريد ان اقوم يعني اريد اريد ان اصلي فيقول له يا عم خلاص خليك قاعد شوي هذه لا يتكلم بها الانسان يحذرها يحذر الغيبه يحذر النميمه يحذر التكلم على عورات الناس يحذر كل ذلك لان كل هذه الامور تؤدي الى الشقاق والى الخصام تؤدي الى حصول مفاسد عظيمه فالانسان عليه ان ينتبه الانسان عليه ان يحذر الانسان عليه ان يحذر ومن آداب الحديث التي كنا ذكرناها قلنا ان الانسان حينما يبدا حديثه ينبغي ان يبدا بالبسم بالبسمله والحمد لله يعني بان يقول بسم الله والحمد لله بالبسملة أن يعني يقول بسم الله والحمدلة أن يعني يقول الحمد لله يعني يحمد الله يثني على الله يشكر الله عز وجل على ما أنعم به على ما أنعم عليه به من النعم العظيمة النعم الكثيرة التي لا لا تعد ولا تحصى وهذه النعم التي أنعم الله بها على عباده الله لا يجب عليه أن ينعم بها على عباده الله لا يجب عليه ذلك بل هذه تفضل من الله تكرم من الله على عباده سبحانه وتعالى فالإنسان إذا ابتدأ كلامه فليبتدأ فليبتدئه بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأن فيها الخير العظيم فيها الخير الكبير فيها الخير الكثير الصلاة على النبي صلوات ربي وتسليماته عليه هي بإذن الله تفرج ذنبا عظيما يعني تفرج كربا كبيرا وتغفر ذنبا عظيما يعني بسببها تغفر الذنوب وتفرج الكروب وتزال الهموم فالانسان لماذا يغفل عن مثل ذلك لماذا يغفل عن ذكر الصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى امرنا بها يا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فانا لما اقول اللهم صل على سيدنا محمد او الصلاه والسلام على رسول الله الصلاه في اللغه معناها الدعاء كانني ادعو الله عز وجل واقول اللهم زد سيدنا محمدا تشريفا وتعظيما والسلام معناه الامان اي امنه يا رب مما يخاف على امته يوم القيامه والصلاه من الله معناها المغفره معناها الرحمه ليس معناها ان الله يقول كما نحن نقول لا الله ليس كمثله شيء الصلاه من الله معناها الرحمه والرحمه ومغفره الذنوب والصلاه من الملائكه معناها الدعاء لهم بخير بان يستغفروا لهذا الانسان الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه من الانسان يعني من المسلم هي دعاء اللهم زد سيدنا محمدا تشريفا وتعظيما وتكريما صلى الله عليه وسلم فيبدا بالبسمله والحمدله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في ذلك الخير والبركة وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع وورد أيضا كل كلام أو أمر أو أمر أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر أي أقطع مقطوع البركة فالإنسان لا يغفل عن مثل ذلك وكذلك من اداب الحديث ان يتجنب الانسان الكذب في حديثه انسان يتجنب الكذب ان العبد ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا هذه صفه ذميمه هذه صفه لا يحبها الله ورسوله لا يحبها الصالحون من عباد الله والكذاب هذا انسان لا يؤتمن الكذاب هذا انسان منبوذ الكذاب هذا لا يعتمد على قوله فالانسان يحذر ينتبه يتحرى الصدق في كل كلامه حتى يكتب عند الله ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا والله سبحانه وتعالى امرنا بالتثبت حينما نتكلم امرنا بان نتثبت وان نتبين فقال سبحانه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وعلى قراءه فتثبتوا فينبغي علينا ان نتبين وان نتثبت لا نتكلم باهوائنا ولا نتكلم بكل ما يصل الينا فقد ورد في الحديث كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما يسمع ويدخل في ذلك ايضا الكلام ويدخل في ذلك ايضا ماذا حينما تنشر شيئا الاشياء الحديثه عبر وسائل التواصل الواتساب او الفيسبوك او ونحو ذلك، الانسان ايضا يتحرى قبل ان ينشر ان جاءتك رساله فلا تكن يعني كحاطب ليل كلما يعني كل شيء ياتي اليه ينشره ويوزعه، الانسان يحذر فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامه ان تراه. يعني يكون في ميزان حسناتك يوم القيامه، الواحد احيانا تاتي اليه الرساله لا يقرا ما فيها ولا ينظر ما فيها وينشرها، ثم يتبين بعد ذلك ان هذا الحديث يعني ضعيفا او حديث مكذوب موضوع او ليس صحيحا او تضمنت يعني كلاما مخالفا للشرع والعياذ بالله تعالى، فالانسان يحذر قبل لا يتسرع بالنشر، الانسان ينتبه قبل ان ينشر يتبين يقرا ماذا يوجد في هذه الرساله؟ هل هذا الكلام موافق للشرع او مخالف له موافق للصدق والصواب او مخالف للصدق والصواب لا يكن يعني يتسابقون من ينشر اولا الامر ليس هكذا لانه يريد ان يعمل تريند او يعمل يعني حتى يسمع ونحو ذلك لا الانسان عليه ان ينتبه عليه ان يحذر فلا ينشر شيء قبل ان يتحرى كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما يسمع فلا ينشر شيئا قبل أن يتحرى وأن ينظر ما فيه وأن يتأكد من صحة وصواب الكلام الذي فيه الذي عنده فلينتبه حتى لا ينشر شيء مخالف للشرع وينشره إلى آلاف من الناس ثم بعد ذلك يفكر أنا كيف أصلح لهم هذا الأمر يعني تذكر أن إنسانا مثلا إنسان يعني اعتقد هذا الكلام الذي أنت أرسلته هو مخالف للشرع ماذا يكون حالك يوم القيامة الانسان ينتبه، كذلك ايضا قبل ان تعمل مشاركه لاي منشور او لاي بوست ونحو ذلك، انتبه، انظر ماذا يوجد فيه حتى لا تكون داعيا الى الضلاله والعياذ بالله تعالى، انتبه واحذر، كذلك ايضا قبل ان تضع لايك لأن هذا اللايك عباره عن انت ترضى بهذا الكلام، انت يعجبك وترضى بهذا الكلام، فقبل ان تضع لايك، انظر ايضا هل هذا الكلام كلام صحيح؟ موافق للشرع او مخالف للشرع، فان كان مخالفا في الشرع فانت لا ترضى به وانت لا توافق عليه بل تتركه، فعلينا ان ننتبه ايها الاحبه، فالانسان يحذر من الاشياء التي يتكلم بها يتحرى الصدق في اقواله وفي افعاله، فيما يقول وفيما ينشر، وفيما يعني ينشره بين الناس، وايضا لا لا نتناول الاخبار احيانا تاتي الشائعه من هنا او من هناك. فيتكالب الناس عليها، رايتم ماذا صنعوا رايتم ماذا عملوا بعض الناس والعياذ بالله احيانا احيانا يسيئون سمعه الناس، يسيئون الى الناس بالكلام الفاسد، فمثلا اذا راوا بنتا جاءت في وقت متاخر من الليل الله اعلم بحالها قد تكون جاءت من المستشفى، قد تكون جاءت من عند امها المريضه، قد تكون جاءت من مكان كانت لها يعني كان هناك شيء الجاها لان تتاخر الى هذا الوقت المتاخر من الليل، فيراها انسان يعني غير سوي، انسان يعني سيء الظن، فيقول فلانه رايتها جاءت بالليل وكانت تفعل كذا وكذا وكذا، والعياذ بالله تعالى، فيعني في ينشر عليها الاخبار الفاسده ويتهمها والعياذ بالله في شرفها وفي عرضها الى غير ذلك، فعلينا ان نتقي الله عز وجل، بل الانسان يعني الانسان المسلم عليه إن رأى عورة لأخيه المسلم عليه أن يسترها وهذا يكون ثوابه عظيم ورد في الحديث يعني من ستر من ستر عورة أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة يعني معناه أبعده الله من النار حرمه الله على النار وورد في حديث آخر يكون له الثواب كان كمن أحيا موؤودة يعني البنت التي وضعت في التراب وهي حية دفنت في التراب وهي حية يكون كمن أحياها يكون له معناه يكون له ثواب عظيم، فعلينا ان نستر عورات علينا ان نستر عورات المسلمين ولا نتتبعها، لان من تتبع عورات الناس يعني حتى يفضحها يفضحه الله ولو كان في جوف بيته، ولو كان في جوف بيته، كذلك من اداب الحديث الانسان عليه ان يحرص الانسان عليه ان يحرص على تجنب احراج اخيه المسلم عندما يتحدث فلا يتكلم بعيوبه وزلاته وهفواته امام الناس بعض الناس ماذا يصنعون مجرد ان تكلم انسان فيصير وكانه يعني مسخر لهم يستهزئون به يترياء عليه والعياذ بالله تعالى مما يعني يكسر قلبه مما يكسر قلبه فعلينا ان ننتبه والانسان منا اذا اراد النصيحه عليه أن تكون النصيحة برفق النصيحة تكون برفق أحيانا لا يستدعي أن تكون النصيحة أمام الناس إلا إذا كانت متعلقة بحكم شرعي فهو أراد أن يبينها لماذا حتى يبين الحكم لهؤلاء الناس لأن إنسان تكلم بكلام فاسد فهنا هو تكلم أمام الناس لماذا لأنه قال كلاما مخالفا للشرع تضمن أمورا ينبغي أن ينبه عليها هذا أمر آخر اما امر النصيحه اردت ان تنصحه لشيء في نفسه او لشيء ظهر منه او في خلقه ونحو ذلك فالواحد ينتبه ينصح ولا يفضح ويعاتب دون ان يجرح ويعاتب دون ان يجرح كذلك من اداب الحديث الا يغفل الانسان عن البسمه التي ترتسم على الشفاه عند حديثه مع الناس الانسان دائما ينتبه لا يكن عبوسا دائما هكذا لا يكن عبوسا لا بل الإنسان عليه دائما أن ترتسم البسمة على وجهه لأن هذا يعني يفتح للقلوب يعني طريق لدخول القلوب أنا إذا جئت إليك أردت أن أكلمك نصحتك أو أردت أن أبين لك شيء مع الابتسامة مع الرفق مع اللين مع يعني لا يكون الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه فالواحد لا يغفل لا يغفل عن البسمة التي ترتسم على وجهه لذا لماذا؟ لأنها تفتح يعني له طريقا إلى القلوب وتضيف للحديث بهجة وتضيف للحديث بهجة كما ورد في الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقه يعني أنت إذا ابتسمت لأخيك بنية حسنة بنيه ان تدخل السرور الى قلبه فانت بذلك يكون لك ثواب عند الله، هذه تكون صدقه لك، يكون لك بها ثواب عند الله سبحانه وتعالى وتعين اخاك على ان يسمع لنصحك وتعين المستمع اليك، تعينه على ان يستمع لنصحك ولا يعارضك بل يسمع منك ويقبل النصيحه بصدر رحب ويقبل النصيحه بصدر رحب، فما اعظم ديننا الحنيف ما أعظم ديننا الحنيف، يعني دين الكلمة, في الكلمة الطيبة فيه صدقة، كما ورد في الحديث يعني اتق النار ولو بشق تمرة، فقال: فإن لم تجد شق تمرة فبكلمة طيبة، فبكلمة طيبه فالانسان هذا ديننا ديننا العظيم الحنيف هذه شريعه نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه النبي عليه الصلاه والسلام مع كثره همومه ومع كثره مشاغله كان لا يرى الا مبتسما يعني باسم باسم الثغر صلى الله عليه وسلم كان اجمل الناس وكان احلى الناس صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نلتزم بصفاته صلوات ربي وتسليماته عليه كذلك من آداب الحديث ألا لا يتكلف الإنسان في الحديث عن الأمور والمواضيع التي لا يعلم عنها حتى لا يقال عنه إنه جاهل, إنه جاهل إنسان بعض الناس عندهم شهوة يعني كما أنه توجد شهوة الطعام شهوة الشراب شهوة كذا كذلك توجد شهوة الكلام فبعض الناس ماذا يصنعون يريد أن يتكلم في كل شيء يريد ان يتكلم في كل شيء كل ما يصل اليه يريد ان يتكلم فيه فيما يعرف وفيما لا يعرف ان تكلم في السياسه فيتكلم وكانه من... من كبار السياسيين وان تكلم في الصناعه فتراه يريد ان يدخل نفسه وكانه من كبار المهندسين واذا تكلم في الطب فتراه يدخل انفه وكانه من امهر الاطباء لا الانسان ينتبه اذا كنت انا اعلم شيء فانا اتكلم فيه واذا كنت لا اعلم هذا الشيء لا اعلم هذا الامر فلا اتكلم فيه حتى لا احرج نفسي وحتى لا يقال عني اني جاهل وحتى يعني لا ياخذ الناس مني معلومات خاطئه هذا في امور في الامور عامه وخاصه علينا ان ننتبه في امر الدين لماذا؟ لان امر الدين صار وكانه مطيه لكل احد يعني صار امر الافتاء في الدين كل من يعرف ومن لا يعرف كل من يعرف ومن لا يعرف من تعلم ومن لم يتعلم، الإنسان ينتبه، الإنسان يحذر، الإنسان عليه أن يحذر، النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الفتوى بغير علم فقال: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض، وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه أخطأ ولو أصاب، أخطأ لتجرؤه على الفتوى بغير علم، وكان يعني كان من الممكن أن يكون كلامه الذي تكلم به مخالف للصواب يكون يفتي بغير علم فإذا قال من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض وقال من قال في القرآن برأيه أخطأ ولو أصاب فالإنسان يحذر والإنسان إذا عرف إنسانا يفتي بغير علم أو يتكلم في دين الله بما لا يعلم أو يفسد, أو يفسد على الناس عقائدهم وغير ذلك عليه أن يحذر منه وهذا من التحذير الواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، هذا في أمور الدنيا، إذا إنسان مسلم إذا كان إذا إذا إنسان غش الآخرين في البيع والشراء ونحو ذلك، فالنبي بين قال: فليس منا أي ليس على طريقتنا الكاملة، فما بالنا بمن يغش الناس في دينهم، الذي يغش الناس في دينهم ويفتيهم بغير علم هذا يعني كانه يوردهم الى النار والعياذ بالله تعالى فالانسان ينتبه فمن كان كذلك ينبغي علينا ان نحذر الناس منه وننبههم منه احذروا هذا الانسان يفتي بغير علم يتكلم في دين الله بما لا يدري يتكلم في دين الله بما لا يعلم يتكلم في دين الله بما لا يعلم فالانسان عليه ان ينتبه فلا يتكلم الا بما يعلم واذا كان لا يعلم عليه ان يسال اهل العلم الثقات. معنا اتصال. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا على الشيخ ولا؟ تفضل يا فندم. على القناه؟ نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا الشيخ؟ اهلا وسهلا الحمد لله. احنا في بالنسبه للادب الحديث والحوار فيه في في كثير قوي جدا يعني ايه مش عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهج النبي صلى الله عليه وسلم اه عايز آه. مثلا توضح لنا الحاجات دي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو اي شخص مثلا تكلم كان مثلا يحس حتى كان حتى كان مثلا مع الكفار ما هو اللي... لو نعم صحيح احنا بنذكر ايام بنذكر آه. بعض الاداب التي ينبغي ان نلتزم بها في ادابنا في في حوارنا وفي حديثنا مع بعضنا البعض. وخاصة مثلا مع الوالد والوالده. صحيح. والكبار مثلا وخاصة مثلا مع العلماء. ان شاء الله تابع معنا الحلقه وان شاء الله في اداب كثيره سنذكرها باذن الله. ماشي بارك ماشي. الله فيك، شكرا. فكما قلنا الانسان عليه ان ينتبه واذا كان لا يعلم فعليه ان يسال اهل العلم والمعرفه اهل العلم الثقات ليس كل انسان يعني اطلاق اللحيه سنه لباس الجلباب الابيض سنه ولكن ليس معناه ان الذي يعني لبس الجلباب او او وضع العمه او مثلا اطلق اللحيه ليس معناه انه صار بذلك عالما فالانسان عليه ان ينتبه عليه ان يحضر ينتبه من يسال من يستفتي إذا كان الإنسان إذا كان عنده عملية جراحية ونحو ذلك لا يذهب إلى أي طبيب بل يبحث عن أمهر الأطباء كذلك لا يستفتى غير العارف الثقة لا يستفتى غير العارف الثقة فالإنسان عليه أن ينظر من يستفتي يستفتي إنسانا دينا أمينا يخاف على دينه يخاف على دينه فالإنسان ينتبه لذلك جيدا وأيضا يعلم فليعلم أنه لا ينال العلم مستحن ولا متكبر أحيانا الإنسان يكون عنده سؤال فيستحي أن يسأل هذا أضاع على نفسه فوت على نفسه خير عظيم أو أحيانا يتكبر يقول لك بعد ما شاب والدك كتب نعم يتعلم نعم يتعلم فالإنسان لا يستحي لا يتكبر أن يطلب العلم ولو من إنسان أصغر منه ولا يستحي أن يسأل فيما يحتاج إليه ولا يستحي أن يسأل فيما يحتاج إليه ومن آداب الحديث ألا يرفع الإنسان صوته بطريقة تزعج النا... تزعج مسامع الناس وتنفرهم من المجلس كما يعني ورد في وصية لقمان لابنه واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فالإنسان ينتبه عليه أن يغض الطرف لا يرفع صوته إلا بقدر الحاجة لا يرفع صوته إلا بقدر الحاجة لماذا؟ حتى لا ينزعج الناس منك حتى لا ينزعج الناس منك ومن طريقتك والاولى بذلك الابوين الاولى بذلك الابوين اذا الواحد اراد ان يكلم ابويه ان يكلم اباه ان يكلم امه فليتخير الكلمات ولا يرفع صوته امامهما اذا كان ابن عباس قال في قول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا قال من الاحسان بهما ومن البر بهما الا تنفض ثوبك امامهما قال حتى لا يصيبهما غبار الثوب حتى لا يصيبهما غبار الثوب فما بالنا بمن يعني يشد على أبويه في الكلام يغلظ في القول لهما يرفع صوته عليهما أحيانا يرفع يده عليهما والعياذ بالله تعالى فالإنسان ينتبه معنا اتصال ألو تفضل يا فندم. لو سمحت. نعم. ألو. اتفضلي يا فندم. ممكن تبعدي بس عن التلفزيون شوية؟ لو واحدة شهرت بواحدة. لو واحدة شهرت بواحدة. نعم. ماشي. ابعدي بس عن التلفزيون ايه ايه؟ شوية. ممكن بس إما أوطي ابعدي بس عن التلفزيون شوية عشان نقدر نسمعك. طيب ماشي. أوطي التلفزيون. واحدة. قالت نعم. كلام كذبة على واحدة على بنت تمام فإيه عقابها عند الله؟ فشهرت بيها ويعني كده وهي بلد أرياف طيب فإيه عقابها عند الله؟ يعني كذب قالت عليها كلام كذب يعني يتعلق بالشرف ولا أيوه نعم أيوه طيب في سؤال تاني؟ عقابها عند الله عقابه عند الله عظيم شكراً لسه كنا بنتكلم ستر العورات الانسان مش مجرد انه شاف واحده جايه بالليل متاخره ولا او واقفه بتتكلم مع واحد يعني في الطريق ونحو ذلك او حتى لو في مكان خالي يعني لا نتكلم يعني عن هذا حلال او حرام نتكلم مثلا مجرد ان راها تتكلم مع انسان او شافها بالليل بتتكلم في التليفون فيروح يطلع عليها كلام والعياذ بالله تعالى يتهمها في شرفها ويتهمها بالزنا و... ونحو ذلك والعياذ بالله هذا قذف قذف المحصنات الم... المؤمنات المحصنات الغافلات ينبغي ان ننتبه ينبغي ان ننتبه هذا هذا القذف يعني حده في الشرع ان يجلد ثمانين جلده الذي يتهم انسان يقذف انسانا مسلما بان ينسبه او ينسب احدا من قرابته الى او احدا من قرابته الى الزنا والعياذ بالله تعالى هذا حده ان يجلد ثمانين جلده وفي القران ولا تقبل لهم شهاده لماذا لانه يفتري على الناس يتهم الناس بالباطل فينبغي ان ننتبه ايها الاحبه ينبغي ان ننتبه يعني هذا امره عظيم وما اكثره في هذه الايام وما اكثره في هذه الايام فلننتبه فقلنا لا يرفع صوته فينبغي عليه أن يخفض صوته مع الناس في الحديث والكلام مع الناس وخاصة مع أبويه فلا يرفع صوته على أبويه وكذلك أيضا المعلم الطالب مع أستاذه الطالب مع أستاذه ومعلمه ينبغي أن يخفض صوته أمامه فلا يرفع صوته عليه ولا يعامله بطريقة يعني مؤذية بل عليه أن يعني يلتزم الأدب أمام معلمه أمام مدرسه عليه أن يلتزم الأدب والأهل إذا رأوا من ولدهم أنه رفع صوته على أستاذه أو زي ما بنسمع رفع عليه مطوى أو إلى غير ذلك مما نسمع يعني مما يدمي القلب سيدنا جبريل عليه السلام لما جاء إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني في صورة إنسان يعني بالهيئة الظاهرة في صورة شاب جميل الثياب، جميل شديد بياض شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، فجلس امام النبي واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، فقال العلماء هذه هي الطريقة التي ينبغي ان يكون عليها طالب العلم مع معلمه، مع استاذه، فعلينا ايها الاحبه ان ننتبه، علينا ان ننبه اولادنا، بعض الناس ماذا يقول؟ لو الاستاذ رفع صوته عليك اشتمه. أو اضربه أو اعمل معاه كده، أعوذ بالله أعوذ بالله من ذلك، علينا أن ننتبه، علينا أن نربي أولادنا على الخصال الحسنة، على الخصال الحميدة، على الصفات الطيبة، لا نربيهم على يعني على الفحش والبغضاء، لا نربيهم على قلة الأدب والعياذ بالله، بل علينا أن ننتبه، علينا أن نحذر حتى لا تكون الكارثة عظيمة كما يشتكي كثير منا في هذه الأيام. وكذلك ايضا من اداب الحديث ان يحرص الانسان على عدم التحدث مع جانب من الناس في المجلس بعيدا عن الاخرين وخاصه اذا كان بصوت منخفض يعني احيانا بيكونوا ثلاث اشخاص قاعدين فبيجي اثنين بياخدوا جنب كده بي على جنب لوحدهم بيتكلموا بصوت واطي واحيانا يضحكوا نحو ذلك مما يحزن قلب الثالث لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث لأن ذلك يحزنه لأنه قد يفكر أنك بتتكلم عليه أو قد يفكر أنك بتدبر له شيء فعلينا أن ننتبه وعلينا أن نحذر أيها الأحبة علينا أن نحذر من ذلك كذلك من آداب الحديث استخدام الألفاظ الحسنة والحوار من خلال الاعتماد على الحجج والأدلة والبراهين اختيار الألفاظ الحسنة اختيار الكلمات النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث كان ينتقي اطايب الكلام كما ينتقي احدنا أطيب يعني كان ينتقي اطايب الحديث كما ينتقي احدنا اطايب التمر، يعني احيانا لما يكون قدامك مثلا طبق هذا الطبق يكون فيه بيكون فيه بلح او تمر او بلح فالانسان ماذا يتخير ايهما اطيب فياخذ دي مثلا دي احلى شوية فياخذ دي كذا فالنبي عليه الصلاه والسلام كان في كلامه كان ينتقي اطايب الكلام كان يتخير الالفاظ فلا يتكلم الا بالكلام الطيب، لا يتكلم الا بالكلام الحسن صلى الله عليه وسلم، كما ان الواحد مننا اذا اراد ان ياكل تمرا ونحو ذلك يتخير ينتقي كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقي اطايب الحديث اطايب الكلام كما ينتقي احدنا اطايب الثمر او التمرين. وينبغي كذلك المحاور عليه ان يكون كلامه معتمد على الادله والحجج والبراهين، ليس مجرد كلام هكذا مطلقا بل عليه اذا اراد ان يتكلم في شيء تكون معه الحجه، يكون معه الدليل والبرهان حتى يستطيع ان يبين وان يكون هدفه الوصول الى الحق وليس الانتصار للنفس، هذا ينبغي التنبه له جيدا. نرى كثير مثلا على مواقع التواصل أو الكلام مع الناس في الشوارع أو غير ذلك. كثير من الناس لا يستمعون للنصح ولا يفعلون كذا، لماذا؟ لأن كل واحد ينظر إلى حظ نفسه، يريد أن تنتصر نفسه، لكن إذا كان هدفنا إذا تكلمنا في شيء وهدفنا الوصول إلى الحق فعند ذلك يظهر الحق، لذلك كان سيدنا الشافعي رضي الله عنه كان يقول يعني إذا ناقش إنسانا كان يحب أن يظهر الحق ولو على لسان خصمه، كان يحب أن يظهر الحق ولو على لسان خصمه، فينبغي أن يكون أمرنا هكذا، مبني على هذا الأمر الوصول إلى الحق وليس الانتصار للنفس، كذلك من آداب الحديث التواضع بالقول والفعل، من آداب الحديث التواضع بالقول والفعل، فلا يرد الحق على قائله مع علمه بأن الحق مع القائل لكونه فقيرا او صغيرا لكونه فقيرا او صغيرا كثير من الناس يعلم مثلا احيانا ياتي اليه من هو اصغر منه سنا فهو تكلم بشيء مخالف للشرع فهذا الصغير في السن نصحه بين له الصواب فاحيانا لا يقبل منه احيانا الزوج لا يقبل كلام زوجته لانه يقول هي امراه كيف انا اسمع منها او مثلا احيانا يعني إنسان يكون كبيرا في السن فلا يسمع كلام الصغير مع أن مع علمه بأن الحق والصواب مع هذا الصغير أو مع هذه المرأة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفاروق هذه الأمة سيدنا عمر الذي قال ما ترك الحق صاحبا لعمر عمر الفاروق عمر الفاروق ذات مرة يعني صعد على المنبر وقال للناس إن الذي يغالي في مهور النساء لما كثرت المغالاة في مهور النساء وصار الناس يعني يطلبون مهورا كبيره فصعد ونهى الناس عن المغالاه في المهور وقال لهم من اخذ شيئا اكثر من الشيء الذي اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مهرا لابنته لاخذن الزياده ولا أضعها في بيت مال المسلمين فقامت اليه امراه بعد ذلك قالت له يا امير المؤمنين يعني ايهما اولى اي احق بالاتباع هي تعرف ان عمر وقاف عند حدود الله كلام الله ام قول الله ام قولك؟ فقال بل كلام الله فقالت له الله يقول واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا فتراجع عمر عن قوله وقال للناس كل الناس افقه من عمر اصابت امراه واخطا عمر هذا عمر الفاروق تراجع مع انه كان كانه غابت عنه هذه الايه ما انتبه لها ومع ذلك تراجع عن قوله، لماذا؟ لأن المرأة بينت له بالدليل والبرهان، فمع ذلك لم يقل هي امرأة أو لم يقل أنا أمير المؤمنين، كيف تنصحيني وكيف يعني تصوبين لي ونحو ذلك، بل تراجع عن قوله وأخذ بقولها لأنه كان معها الدليل والبرهان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالُ" ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس وهنا ينبغي أن ننتبه أيها الأحبه كثير من الناس يستعملون هذا الحديث في غير موضعه مثلا إذا رأى امرأة جميله يقول إن الله جميل يحب الجمال فلننتبه أو مثلا إذا رأى ثوما جميلا يقول إن الله جميل يحب الجمال هذا الحديث معناه إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل معناه أي صفات الله كاملة صفات الله كاملة لا يعتريها نقص ومعنى يحب الجمال اي ان الله تعالى يحب من عباده ان يكونوا على الطهاره والنظافه في البدن والثوب ويحب من عباده ان يتخلقوا بالصفات الجميله المحموده ويحب من عباده ان يتخلقوا بالصفات الجميله المحموده والله تعالى لان الله تعالى منزه عن الشكل والصوره والجسم والاعضاء الله ليس كمثله شيء الله ليس كمثله شيء فمعنى الحديث ان الله جميل يحب الجمال يعني معناه صفات الله كامله لا يعتريها نقص ويحب من عباده ان يكونوا على الصفات الطيبه يحب منهم طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان ونحو ذلك. ويحب منهم ويحب منهم ان يتخلقوا بالاخلاق الحسنة، كذلك ايها الاحبه علينا ان نحذر، علينا ان ننتبه، فهذه بعض الاداب التي ينبغي علينا ان نلتزم بها عندما نحاور انسانا، عندما يحاورنا الاخر، فلنستمع لبعضنا الواحد منا عليه ان يستمع قبل اكثر مما يتكلم. عليه ان يستمع اكثر مما يتكلم، فاذا انصت كل واحد منا الى الاخر يعني تتغير الحياه وتحلو الايام باذن الله تبارك وتعالى، نسال الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه انه على كل شيء قدير، نساله سبحانه وتعالى ان يخلقنا بالاخلاق الحسنه وبالاخلاق الفاضله وان يردنا الى ديننا مردا جميلا والقاكم على خير باذن الله تعالى في حلقات قادمه والسلام عليكم ورحمه الله.